السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مباشرة تعال ندخل في الموضوع. شايف الخبر اللي أمامك ده؟ شوف، بعد الدقيقة 7 بعد الثانية 7 عرضت لك الخبر. رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجيش الذي لا يقهر، الجيش القوي جدا يا جماعة، والذي يحقق انتصارات على كل الأصعدة، يبلغ عائلات الناس اللي اتخذوا يوم 7 من أكتوبر أن إعادتهم ستكون صعبة مع مرور الوقت. يعني هترجعهم ولا لا؟ أنا بالنسبة لي ما فرقش، وبالنسبة لك أنت كأني ما جيشت. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيقول لك عودة الناس اللي موجودين هناك داخل القطاع مع مرور الوقت الموضوع هيبقى صعب. طيب، السؤال اللي هسأله حضرتك في عجالة، فاكرين نتنياهو لما خرج في مايو الماضي وقال احنا لو دخلنا رفح خلصنا وهنجيب الناس اللي اتخذت؟ مايو، احنا النهارده في سبتمبر كام؟ 16 سبتمبر، يعني مر 3 شهور و16 يوم. هل نتنياهو جابهم؟ لا. طيب، حاله الوضع العسكري ذاته للجيش الاسرائيلي، بتشوف يا ديعود احرانوت؟ تمام. بتشوف ارتس؟ تمام. بتشوف القناه 12 ال 14 حتى بتاع بن غفير وسموتريتش، بتشوف القنوات دي؟ كل بيتكلم عن حاله الململه اللي داخل الجيش الاسرائيلي. نتنياهو عايز ياخدهم الى الجبهه مع لبنان لانه فاهم مش هيعرف يعمل في غزه اكتر من اللي اتعمل، خلاص تمام؟ فعايز ياخدهم للجبهه مع لبنان. وزير الدفاع رافض، وزير الدفاع الاسرائيلي رافض. لكن نرجع للجبهه بتاع داخل القطاع اللي نتنياهو مش عارف يعمل اي حاجه تماما. في قصه كده عايز اعرضها لحضراتكم، والخبر بتاع الحرايديم، فاكرين قصه الحرايديم اللي كانوا عايزين يجندهم ورفضوا الكلام؟ الموضوع ده نام، صح؟ طيب، نتنياهو عايز يجند ناس تانيين لان عنده خساره كبيره جدا 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 جدا. مش كلنا اتفقنا وكلنا قلنا الارقام، وهارتس نشرت خبر وقالت لك فوق 70,000 ما بين ايه ومش ايه من الجيش الاسرائيلي؟ تمام. هو عايز اعداد تعوض الخساره اللي حصلت له دي. بيجيب مين؟ برافو عليك. بيجيب الافارقه، اغلبهم من اثيوبيا واوغندا، بيجيب اغلب هؤلاء ويجندهم في الجيش الاسرائيلي مقابل ان يعطيهم الاقامه الدايمه، مش الجنسيه الاسرائيليه، لا، الاقامه الدايمه، ويعطيهم رواتب كبيره جدا جدا جدا. الخبر امام حضراتكم. نتنياهو بيجند مجموعه من ال 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 الافارقه علشان خاطر بحسب يدعوت احرانوت، يعني عشان خاطر يضمهم للجيش. ده نتنياهو وده الانتصار اللي هم بيعملوه. في الوقت ذاته عايز اقول لحضراتكم على حاجه تؤكد لحضراتكم فكره ان نتنياهو ما قدرش يخلص على الموضوع اللي داخل القطاع ويقول لك حيدنا ومش قادر نتنياهو يعمل ده. الخبر اللي امامكم ده بحسب عضو الكنيست عميد هليفي، عضو الكنيست ده الحالي عميد هليفي، قال لك الجيش الاسرائيلي لم يهزم كتيبه واحده ولا سريه واحده في رفح. هذا الخبر بحسب القناة السبعة الإسرائيلية، القناة السبعة الإسرائيلية دي بتاعت يا جماعة دي اللي بتخص المستوطنين، المستوطنات بتاعت الضفة الغربية، قناة داعمة وبقوة لبنيامين نتنياهو. علشان كده نتنياهو بيلجأ لمين؟ للأفارقة. الوضع داخل إسرائيل، سيبك مني ومن أي حد ربما تقول إحنا متضامنين مع طرف ضد طرف أو حاجة، لا، روح تابع حتى النشطاء الإسرائيليين، النشطاء على الفيسبوك على تويتر على كل الكلام ده، وحقيقه يا جماعه تتفق او تختلف معاهم في جزء كبير منهم صادق جدا، جدا. روح تابعهم وشوفهم بيقولوا ايه. بيقولوا ان احنا عندنا بنعيش حاله من الانقسام غير المسبوق، ما حصلتش في تاريخنا ان احنا نفضل ان نفضل موجودين في اتون حرب مش عارفين هتنتهي امتى على حساب الناس اللي اتخذت يوم 7 من اكتوبر والكلام ده كله. لكن فجاه كله علشان يهتم نتنياهو بالكرسي بتاعه كل ده تلاشى. بمناسبه نتنياهو وساره نتنياهو، نتنياهو اتسجل له فيلم كان عنده قبل 7 من اكتوبر، تحقيق هو وساره ويائير ابنه. الفيلم التحقيق ده اتصور صوت وصوره، عرضه أو تم عرضه في فيلم وثائقي عن بنيامين نتنياهو، قال لك تسريبات بيبي حاجه زي كده، تم عرضه في تورنتو في كندا. الفيلم ده ممنوع يعرض منه الثانية، لو اتعرض على اليوتيوب اليوتيوب بيعمل عليه حقوق على طول، ممنوع يعرض منه ثانية على تويتر، ثانية على الفيسبوك.
لكن الفيلم اتعرض في تورنتو في كندا. الفيلم بمنتهى البساطه بيقول لك عن الوضع اللي بيعيشه نتنياهو. ساره نتنياهو هي اللي بتدور الليله كلها داخل اسرائيل، ساره نتنياهو هي اللي بتدي لنتنياهو الاوردرات بيديها للجيش الاسرائيلي، ساره نتنياهو هي اللي تستطيع ان توقف اللي بيحصل سواء على الجبهه الشماليه وعوده المستوطنين، وتوقف اللي بيحصل داخل القطاع وعوده الناس اللي اتاخذت يوم السابع من اكتوبر. ساره نتنياهو هي المتحكمه في كل شيء. ساره نتنياهو بحسب التسريب في التحقيق ذاته قالت نصا للقاضي انت ما تعرفش احنا مين، ما تعرفش انت بتكلم مين. التحقيق اللي كان بيشمل على حاجات كتير جدا، منها صفقات السلاح اللي السيسي كان بيشتريها ونتنياهو كان بياخد نسبه منها، منها بيع طيران وصنافير ونتنياهو اخد نسبه منها، قصه كبيره جدا جدا. لكن حاله الانقسام اللي موجوده عندهم باعتراف النشطاء والاعلام الاسرائيلي ذاته، وحاله التخبط خلتهم وصلوا لمرحله ان وزير الخارجيه الاسرائيلي نزل بيان يدين فيه اصدار المحكمه الجنائيه الدوليه جوابات الاعتقال بحق نتنياهو ويوقف جلنت قبل المحكمه ما تصدر البيان اصلا بالشكل اللي امامكم ده. ده وزير الخارجيه الاسرائيلي بيقول امام حضراتكم انهم اسرائيل تحذف بيان ادانه لقرار لم يصدر بعد من المحكمه الجنائيه. ما صدرش لسه القرار، بس بوريك حاله التخبط اللي هم فيها. بنعيد لحضراتكم حاله الانقسام اللي هم بيعيشوه داخليا. طيب تاني، فكره ان هو يلجا للافارقه، الناس اللي موجودين واللي بيقدموا على لجوء والكلام ده كله، فاقول لهم هديكم رواتب واقامات دايمه وكده. ده معناه يا جماعه، هل معناه زي ما قناه العربيه بتتكلم او حتى انصار محمود عباس او حتى قناه سكاي نيوز، هل معناه ان فعلا نتنياهو انتصر ونتنياهو حقق انتصاراته الكبيره جدا جدا اللي كلنا شايفينها؟ هل ده معناه كده؟ ده سؤال مهم جدا. لا طبعا، معناه غير كده تماما. معناه ان هو يروح يلجا لهؤلاء، معناه ان هو عنده حاله من الخساره الكبيره جدا 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 في صفوف قواته. ده مش كلامي، ده اللي بيرصده الاعلام الاسرائيلي زي القناه 12 الاسرائيليه. بتقول لك لما احنا نلجا لحاجه زي كده، احنا صدرنا للعالم كله ان احنا عدد الناس اللي خسرناها واللي سقطوا عندنا اكبر بكتير مما يعلنه دانيال هجاري المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي. ففكره الخسائر المتتاليه عندهم ده بتخليهم يسالوا سؤال، اذا كان احنا عندنا الخساره دي وما قدرناش على القطاع اللي السيسي ابننا البر محاصره لنا من 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 ناحيه الاراضي المصريه، وما قدرناش عليهم رغم قله امكانيات او الامكانيات اللي عندهم، سواء الامكانيات دي ماديه او غذائيه او حتى طبيه او حتى عسكريه، ما قدرناش عليهم سنه اهو، فاضل ايام وندخل سنه، هنقدر على الشمال ازاي من لبنان؟ فيخرج لك الشخص اللي امامكم ده. ده قائد لواء الشمال بالجيش الاسرائيلي اللي صورته امامكم. يخرج يقول لك ان احنا قادرين ان احنا ناخد الشريط الحدودي كله مع لبنان. الراجل ده التصريح بتاعه عامل حاله من الغليان داخل الكيان، لان الكل بيتساءل سؤال منطقي جدا، لا تساله قناه العربيه ولا سكاي نيوز، لكن بتساله صحيفه هارتس والاعلام اللي في اسرائيل زي ديعوت احرنوت. انت عايز تروح تعمل في الشمال باتساع حدوده الكامله وانت ما قدرتش على القطاع اللي الكل كل العالم العربي ساعدنا. يعني مش كل العالم العربي، يعني اغلب العالم العربي والمحيطين بالقطاع ساعدنا، مصر الاردن السعوديه كل دول ساعدونا في القطاع ومش قادرين عليهم. هتروح تعمل ايه مع لبنان اللي منها مباشره لسوريا ثم العراق ثم ايران؟ يعني الدعم لن يتوقف. هتروح تعمل ايه معاهم؟ خاصه في ظل ان اليمن بتتكلم رسميا امبارح ان اي حركه ناحيه لبنان احنا هنكون موجودين اصلا في لبنان، غير ان احنا لن نتوقف عن العمليات اللي بتحصل من ناحيه البحر الاحمر وباب المندب. اذا الموضوع يا جماعه الملخص بتاعه رايح على مرحله من اتساع العمليات اللي بتحصل. نتنياهو مش هيعمل مفاوضات لا من قريب ولا من بعيد، لكنه عنده خساره كبيره جدا 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 جدا، فبيعوضها بمين؟ بالافارقه. اخر حاجه اختم مع حضراتكم بيها، ابو ابراهيم هيخرج للعالم عما قريب علشان هيقول كلمة مهمة جدا جدا في توقع هذه الكلمة ستكون في الذكرى الأولى ليوم 7. سلام عليكم.